يعني وفي كثير من الأفهام المغلوطة عن الـ HR اللي أو خلينا نتكلم ممكن عن علاقة اللي بتربط الموظفين مع مدير الـ HR. صحيح، هذه هي أهم نقاط الناس تتكلم فيها. فدائما بيحسوا بأنه مدير الاتش ار هو مرعب ومخيف والتعامل معه حيكون صعب صحيح. وكذا. ولكن الآن في الشركات في الفترة الأخيرة أصبح أنه أهم مهمة مدير الموارد البشرية أن يكون قريب جدا من الموظفين، يخلق نوع من العلاقات، مش شرط أن تكون صداقات حتى تكون مستغلة على من أجل العمل، ولكن تكون في علاقات قوية. ممكن تاخذ مناحي أخرى بعد كده. تاخذ مناحي أخرى. في كثير من الموظفين بيحاول يتقرب من مدير شؤون الأفراد أو مدير شؤون الموارد البشرية حتى يسهل له عملية التربية أو عملية الحوافز أو عملية الغياب كمان. وهذه محتاجة شخصية معينة لمدير شؤون الأفراد أن يتعامل مع هذه الظواهر الموجودة داخل الموظفين. فلذلك مدير شؤون الأفراد، مدير شؤون الموارد البشرية لازم يكون شخصية ذكية ملمة بكل ما يمكن يفعله الموظفين، ويتغاضى عن أشياء كثيرة من أجل الشركة، ولكن كل همه أن يوظف كل إمكانياته في خدمة الشركة. هذا الموضوع هو بيعمله، وممكن يكون الموظف يكون سعيد بهذا الكلام وما عارف إنه هو بينفذ أوامر الشركة. فدائما مدير الشؤون الموارد البشرية مهمته في إنه يخلق البيئة الطيبة ما بين الموظف وما بين إدارة الشركة. هذه البيئة محتاجة لشد وجذب، تحتاج لتعامل بقمة الذكاء في إن يكون الاثنين مستفيدين، الشركة مستفيدة والموظف بحس بأنه مستفيد.